السلام عليكم البنات، صباح النور. كده يا ريم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ مبارك عواشركم مره اخرى. حنا صافي دخلنا لرمضان، ان شاء الله ندوزو بالصحه والسلامه يا ربي امين مع العائله والحباب. واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم البنات، ما نقدرش نصور لكم كل نهار هذا العام. امال فين فيا كنصور لكم كل نهار، ولا كنصور لكم نهار نهار لا سيغتو في رمضان. الروتين ديال رمضان تيكونوا زوينين، كتكون لمه العائله، كيكونوا شهيوات، كيكونوا بزاف ديال الحوايج مختلفين، ولكن راكم عارفين مع بنتي رزان باقا صغيره، الله يحفظها ليا والله يخليكم حتى نتوما وليداتكم، صعيب انني نصور لكم كل نهار. ماشي بحال كان الحمل خفيف شحال هذه صوفيا تبارك الله، كانت كبيره كنقدر انني نصور ندير كلشي في خاطري، ولكن دابا مع رزان باقا صغيره زعما كتدي ليا الوقت بزاف بزاف، والتصوير اصلا حتى هو كيدي الوقت. قلت غادي نبقى ندير الاولويات، يعني ما يمكنش ليا نصور كل نهار ونخلي الاولويات الحاجات اللي هما مهمين. العباده هي الاولى اكيد. نحاول هذا رمضان ان شاء الله باذن الله يا ربي امين. نتمنى حتى نتوما البنات ديروها، تحاولوا تقراو قران كثار، تحاولوا تصليو كثار كثر زعما من السنوات اللي كنا كنديروا قبل. نحاولوا نتقربوا لله اكثر، والله يغفر لنا يا ربي. اصلا كيكون واحد الشهير دغيا كيدوز، واحد يستغلوا التقرب الى الله اكثر، الذكر اكثر، اللي يقدر يصدق يصدق اكثر. المهم الله يقبل منا يا ربي امين كاملين. كما قلت لكم غنحاول ندير الاولويات للعباده اولا، نعطيها وقت اكثر. اكيد بناتي وداري وراجلي عاد من بعد غادي يجي التصوير، يعني غنصور لكم علاش قدرت، ما ديروهاش ملي قلت التصوير، غنصور لكم علاش قدرت والحاجات اللي قدرت نبارطاجيهم معكم، راني غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. اول حاجه غنديرها معكم كما كتعرفوا كاملين، الحاجه انا اللي كنسبق هي كنقاد الطبيله، غادي نقاد معكم حتى الزينه ديال رمضان. كوموندات شي حوايجات لي زوينين غادي نبارطاجيهم معكم، عاد من بعد ندخلوا للكوزينه ونبارطاجي معكم شنو زعما نقدروا نديروا الفطور. كتبان لكم تما واحد الكولي ديال اوغي فلام، راه هي كما كتشوفوا ما غنشاركهاش معكم دابا حيت ما عنديش الوقت. يلا يلا ما كفاش نوجد الفطور في خاطري، ما بقاش جرب زرب 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 جري جري جري، حتى اللي ان شاء الله حتى نمر الفطور عاد نشارك معكم بالنسبه لا كوموند ديالي من اوغي فلام. يلا خليكم معايا غادي تدوزوا معايا نهاري كامل ان شاء الله. اول حاجه بديت بها هي تطراف ديال الدار، جيت نجمع شويه الدنيا وغادي ندوز الكوبولد على الدار كامله. راكم عارفين هذا البيت هو اكثر بلاصه كتكون عندي فيه الروينه في الدار، هنايا وبيت بنتي بيت صوفيا. كيكون عندي مرون، راكم عارفين صوفيا مع الالعاب ديالها وداكشي كيبقى مرون تما، وهنايا البلاصه فين كنكون تندير لكم انايا لي ستوري، فين كنشارك معكم الحاجات اللي كيوصلوني، داكشي اش كتلقاو ديما هذا البيت مرون. ممكن ما قلت لكم غادي نحاول ندوز الكوبولد على الدار كامله، وغادي نطرف شويه الدنيا. الصالونات كانوا عندي صراحه مجموعين، غادي نبدل معكم غير بالنسبه للخديات، المهم شوفوا معايا كلشي من بعد. هنايا كنت بدلت الرزان، استغليت هذه الفرصه اللي رجعت نعسات. كنقول لكم ديما مور الفطور والغدا كدير شويه القيلوله كتنعس واحد شويه، وانا استغليت الفرصه باش هكا يلا يلا نجمع الدنيا قبل ما تفيق. هنا كنت كنوريكم بالنسبه لهذوك الفيطات اللي خديت داك النهار من عند ستور بيرلا، صراحه صدقوا غزالين حتى في المنظر ديالهم، كيجيو فنين فاش كتحطوهم في الحمامات. بالنسبه لهذا الفحم اللي كيجي ملون بحال هكا، بزاف كنتو كتسولوني عليه، غادي نعطيكم لاباج مناش كناخذو البنات. كناخذ انا باكيه ولا بواطه بحال هكا اللي كيكونوا فيها كاع الالوان، كيكون فيها الغوز الزرق الاخضر. غنشارك معكم واحد لاستيوز زوينه اللي تقدروا تحتفظوا بها على الفخر ديالكم باش ما يبردش لكم الوقيته اللي تكونوا باغيينه. خديت انا هذوك الوريقات، هذوك راه ديال الشوكولا البنات، كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا هذه الحاجات ديال الحلويات، خديتهم من سوق الحد. كتاخذوهم وكتاخذوا كل فخره وكت تلويوها فيه بحال هكا. انا كنت شحال هادي كنحط الفخر نيشان في هذوك لي بواط ديال الزاج، راكم شفتو معايا، ولكن كنلقى الفخر بحال اللي كيبرد، ما كيبقاش يشعل ليا مزيان الوقيته اللي كنكون محتاجاه. من نهار بديت كنستعمل هاد لاستيوس صراحه صدقات زوينه بزاف، كيبقى ليا الفخر ديالي زعما مزيان، ما تيخسر ما حتى شي حاجه، كتبقى الجوده ديالو زوينه بزاف. جربوها البنات وردوا عليا الخبر، وحتى في المنيدر ديالهم راه كيجيو زوينين في لابواط.
خويت لا ماشين من المعان، كنت درتها الصباح باش غسلت لي المعان. من بعد جيت كندوز الكوبولد، كما قلت لكم دوزت الكوبولد على الدار كامله على الزرابي. صراحه كان عندي دنيا نقيه غير شويه ديال التطراف وصافي، راكم عارفين ما يمكنش نخلي الشغل كامل يتجمع ليا دقه واحده، تجيني القضيه صعيبه بزاف. كنحاول هكا نصبح الدار تكون نقيه باش لا غدا يلا نقدر نصور لكم في خاطري، يلا نبارطاجي معكم شحال من حاجه. صافي دابا جيت باش نوجد معكم طبلة. اكثر حاجه كتشد الوقت واللي ديما تنقول لكم حاولوا انكم توجدوها على 9 وتوجدوها على بكري باش هكا ما تكونوش مدروكين بالوقت. الوقت اللي تسالي في طورك كتكوني اصلا عييتي ماشي انت عاد تبداي تصايبي في الطبيله ديالك وتحطي حطوا فيها الزلايف في الطباصل كاع داكشي كيما قلت لكم اللي ماشي مشكله تحط قبل، التمر المعسرات وداكشي تقدروا تحطوهم وغطيوهم حتى الوقت اللي غادي تحتاجوهم. بالنسبه للسيرفيس اللي اختاريت اليوم هو هذا، كنت ديجا شاركته معكم البنات، كيجي غزال في الحطه ديالو هو اللي غادي نستعمل اليوم. المهم كل نهار ان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم حطات ديال الطبيله اللي يكونوا زوينين واللي تقدروا حتى نتوما تانسبيرو منهم، تاخذوا منهم افكار من يكونوا جايين عندكم الضياف وتبغوا تحطوا طبيلات اللي كيكونوا زوينين ومتولين. هنا كنت كنبارطاجي معكم بالنسبه لواحد لي غون سيرفييت اللي خديتهم من عند واحد لاباج انستغرام سميتها ديبال سوجي، ديروا لها سكرين البنات حتى هذه الصفحه حيت انا متاكده غتحتاجوها من بعد. كدير داكشي زوين سيرتو البنات اللي كيوجدوا اللي قريبات ولاد اللي عندها شي مناسبه وبغات دي سوجي اللي يكونوا زوينين في المستوى. هذه الصفحه كاينه في اكادير، كدير داكشي غزال ما شاء الله. خديت عندها انا هاد لي غون سيرفييت، وحده مكتوبه فيه وشي وحده مكتوبين فيهم رمضان يجمعنا وحده اخرين مكتوبه فيهم رمضان كريم، المهم كيجيو غزال. وراكم عارفين تعبروا على رمضان تنبغيو نحطو كيما قلت لكم طبيلات بحال هكا اللي يكونوا زوينين لعائلاتنا. انا درتهم بحال هكا جاو غزالين في المنظر ديالهم. بالنسبه لهاد لي كارت هادو خرجتهم من المطبعه مكتوبه فيهم رمضان كريم كما كتشوفوا بالصحه فطوركم، وخديت انا هادوك الريشات كانوا ديجا عندي ولصقتهم فيهم في الجناب باش هكا يعطي واحد الغابيل حتى لذاك السيرفيس اللي انايا حطيت ديال المواعن. وصراحه كيجيو غزالين في الحطه وكتكون واحد لاتوش سبيسيال. انا كنقول لكم كل مناسبه كنبغي نعطيها حقها، كما حنا كنديروا بزاف د الحوايج في اعياد الميلاد في العرادات، اكيد رمضان واحد الشهر اللي هو فضيل نبغيو نحطوا فيه طبيلات اللي يكونوا متولين حتى وليداتنا تبقى عليهم زعما واحد الذكرى اللي زوينه في, 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 في الذاكره ديالهم. انا كيعجبني كما قلت لكم كل مناسبه نعطيها حقها. اخر حاجه بقات ليا هما الكويسات غادي نحطهم صافي، وغادي نغطي الطبيله ديالي ان شاء الله حتى الوقيته اللي نبغي نحط فيها الفطور كامل نعاود نشاركها معكم ان شاء الله.
هنا جيت مباشره للسيجور باش هكا نديرو فيه واحد لاتوش حتى هو ديال رمضان. خديت المات هاد لي بيتي كوسان اللي مكتوبه فيهم رمضان كريم كيعبروا على شهر رمضان، خديتهم من عند لاباج انستغرام دي سينيدي. هاد لاباج كلكم كتعرفوها، كناخذ عندها بزاف ديال الحاجات حتى بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على الزينه ديال رمضان، اللي كيقلبوا على يقادوا زعما هكا واحد لوكوان ديال الصالات عندهم داكشي رائع جدا. البنات غنخلي لكم لاباج ديالهم باش تدخلوا وتشوفوا، وصراحه حتى الاثمنه عندهم جد مناسبه وكيديروا حويجات لي زوينين بزاف. غنبارطاجي معكم واحد الاضافه بسيطه البنات اللي درتها بالنسبه لهذا السيجور هذا، هو هاد البوف هادي، هاد البوفه اللي حطيت هنايا. صراحه كنت مكومونديها انا من الاول فاش يلا كومونديت الصالون، ويلا وجدت لي، يلا وجدها لي السيد، درتها بنفس الثوب باش خدمت هذوك لي بيتي كوسان كما كتشوفوا. يلا غادي نفتحها هانتوما، فيها عطوره ثقيله، فيها الخشب من التحت هانتوما شفتوه بحال الخشب اللي انا خدمه به الصالون. صراحه باش تعطي واحد الغابيل بالنسبه لهذوك لي بيتي كوسان، واصلا فاش كنكونوا جالسين بحال هكا في لي كانابي زعما كنحتاجو ضروري بحال اللي كنت حيدت في الاولى كتعقلوا في البيج، ضروري كيكون شي واحد زعما باغي يجلس في هذه البلاصه هذه، ضروري كيخص شي حاجه تكون لهاد الجهه. ومن هنا كما قلت لكم كتعطي الغابيل هذوك لي بيتي كوسان. وشوفوا لي هذوك المخدات شحال فنين ديال رمضان، كيجيو غزالين. هادو من دي سينيدي كما قلت لكم البنات، الا كنتو باغيينهم بحال هكا تقدروا تزينوا بهم الصالونات ديالكم، كيجيو رائعين في الحطه ديالهم. هما كاينين في لي كولور، عندها كاين حتى نوار. بالحق انا قلت لها زعما باغا غير البيج هو اللي يجيني مع التفريشه ديالي، نتوما تقدروا تاخذوا لي كولور اللي يجيكم مع الفراش اللي كاين عندكم. نشارك معكم اليوم البنات واحد الحريره غويال كتجي غزاله، تقدروا تقدموها للضياف ديال النهار الكبير. هذه الحريره كان جاي عندكم شي حد وبغيتوا شي حاجه اللي كتكون مختلفه، شي حاجه ديال التكبيره اللي تقدروا تكبروا بضيافكم بها. المهم نشارك معكم المقادير ونوريكم شنو غادي نحتاج فيها، هي تقريبا بحال الحريره مغربيه غير زايدين فيها حوايج اخرين. شنو غادي نحتاج؟ كاين عندي هنا بصيله كما كتشوفوا انا شلطتها هنايا، كاين عندي الكفته ديال اللحم ها هي، كاين عندي هنايا المعدنوس والقزبور اللي تا هما قطعتهم، كاين عندي قطع ديال لادند، كاين عندي البيض ديال السمان، كاين عندي هنايا اللوز. اللوز كنعوضوه بلاصه الفول وهذا العدس، وهذا اللي كنديروا في الحريره المغربيه. حنا غادي نديروا هنايا هذا اللوز، ديجا انا سلقته كما كتشوفوا فسخته، وغادي نحتاجوا طريفات ديال اللحم، وغادي نحتاجوا مطيشه محكوكه، وبيان سور نحتاجو حتى مطيشة د الحك، نحتاجها تا لخر، ونشا وشوية ديال الشعرية، الشعرية ونشا تا لخر تنبغي ندور. المهم غادي نشارك معكم دابا بالنسبة والزبدة، أكيد الزبدة وزيد باش غادي نسبو، والعطرية. غنوريكم الطريقة ديال هاد الحريرة كيفاش غادي نقادها، ونشارك معكم لي زيتاب كاملين، وأكيد ما تنساوش شوية السمنتة هو ضروري غادي نديروه في اللخر. غنضيف هذيك البصيله، غادي نزيد هذوك الطريفات ديال اللحم، غندير هذوك الطريفات ديال لادان حتى هما. انا هنا البنات درت لادان هو اللي متوفر عندي، نتوما الا كان عندكم صدر ديال الدجاج ديروه حسن، كيجي فتيه على 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 لادان، كيجي صراحه زوين كيما لادان. بالنسبه للعطريه غادي ندير جوج طريفات ديال القرفه كما كتشوفوا، غندير شويه ديال الخرقوم تقريبا واحد جوج معالق صغار، غندير معلقه ديال البزار، وغندير معلقه مع مراش ديال سكينجبير. وغادي ندير البنات الملحه صافي. غادي نضيف دابا هذاك اللوز اللي قلت لكم راه ديجا انايا مفسخ عندي ومسلوق،
هذا نضيف الربيع وغدا نزيد مطيشه محكوكه صافي وغادي نروي بالماء. بالنسبه للكفته ما غاديش نضيفها دابا الكفته راه دغيا دغيا ما كتشدش معنا الوقت. دابا غادي نروي بالماء طايب وغادي نسد على هاد المقادير كاملين حتى يطيبوا ونوريكم التتمه ديال الوصفه. هانتوما البنات صافي تقريبا من بعد ما طاب ليا كلشي دابا عاد غادي نضيف هذيك مطيشه ديال الحك. انا خففتها هنا شويه بالماء غادي نضيفها وعاد غادي نزيد الكفته كما كتشوفوا عندي ديك الكفته اللي وريتكم انا درتها دويورات صغار بحال هكا غادي نضيفها على هذا الخليط. باش هو تخلطوا البنات خلطوا غير بشويه باش ديك الكفته تبقى شاده ديك القوام ديالها. غادي نضيف الشعريه حتى هي وغادي ندير واحد المعلقه ديال السمن سمن بلدي اكيد ضروري يدار في الحله باش كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي غادي نخلي البنات هذه الكفته هذه كما قلت لكم انا غنحرك غير بشويه باش هذيك الكفته تبقى شاده ليا القوام ديالها. نخليها طيب واحد شويه هي وهاد الشعريه عاد من بعد غنضيف عليهم هذاك البيض ونضيف عليهم داك النشا. اخر حاجه البنات درت هنايا البيض ديال السمن انا بارطاجيت معكم في الاول انا سلقته ونقيته غادي نضيفه حتى هو لهاد الحريره وغادي ندور كلشي بنشا. انا كتعجبني تكون خفيفه نتوما الا بغيتوها ثقيله تقدروا ديروا الدقيق المهم كل واحد كيبقى داكشي اختياري. انا كما قلت لكم كندور الحريره كلها كندورها غير بالنشا باش ما كتجينيش ثقيله. صورت لكم حتى شي حاجه البنات من لقيتها فاش قديت معكم الحريره كما شفتوا معايا. صافي قديت الحريره قلت من بعد غادي نصايب الحاجات الاخرين المملحات كنت دايره بروغرام قاده زعما لا ليست ديال الحاجات اللي انا غادي نصايب هذا النهار. ولكن اش غنقول لكم هذا النهار والله انا ما عرفتش كيفاش داز. اول حاجه بعدا البوطه دارتها ليا البوطه ديال السكر لقيتها حتى هي ما عمرها شي راجلي واش نساها ولا شنو. فاش جيت نقلب دابا لقيتهم بجوج خاويين ما كاين اللي تسخر ليا جاب الله كاين السانديك هو اللي عذقني. اتصلت بيه قلت ليه عافاك واش تقدر تعمر ليا البوطه عمر ليا البوطه. رازان كتنوض سنينات ما عندها خاطر النهار كامل وهي غير كتبكي يعني ضلت غير هزها وكراري بها ما شاتش ليا الوقت ندير حتى شي حاجه غير اللي فيغ اللي جا عندي دابا جاب ليا لا كوموند ديالي جاب لها كومونديت غير شي حاجات من على برا. لقيت بعدا مازال زعما كاينين الحاجات نوريكم شنو خديت. خديت هكا شي بيتزات بريوات المهم باش نديباني وصافي كما قلت لكم هذا النهار المهم هذا النهار بوحدو هذا النهار هذا بوحدو. هانتوما خديت كما قلت لكم هكا بعض المملحات وخديت لي كريب صافي دابا حضرت الحريره كتسخن حيت اصلا المغرمه علينا تادر ما بقى والو. غادي نبدا نحط في الطبيله ونسخن هاد الحاجات الاخرين حتى هما في الفران دغيا دغيا. ايوا تنحط كلشي ونبارطاجي معكم شوفوا غير حالته وجهي توريكم والله الا زعما هاد النهار صراحه داز عندي صعيب بزاف بزاف بزاف. ايوا الحمد لله على كل حال نخليكم معايا كما قلت لكم حتى نوجد نحط كلشي ونشارك معكم الطبيله ديالي. بالنسبه للطبله ديالي كتجي على هذا الشكل كومونديت لي كريب مالحين وحلوين. بالنسبه لهذوك اللي مالحين معمرين بلي فخوي دماغ لذادين وبالنسبه للحلوين اكيد فيهم نيوتيلا من الداخل. درتيهم انا غير لاصوص كاراميل من الفوق وشويه ديال لي زاموند ايفيلي لي سيغار البنات فيهم لي فخوي دماغ والكفته. خديت بطيبطه تحتهم صغار معمرين خديت لي كيش كما كتشوفوا. واحد القضيه اللي والبيتزا حتى هي ما نساهاش. واحد القضيه اللي مهمه بالنسبه للسيده اللي كومونديت عندها هذا النهار كدير الحاجات في ميزون داكشي غزال بزاف بزاف رائع ما شاء الله بحال الا قديتيهم بيديك في الدار البنات تبارك الله. وهنايا الحريره ديالي كتجي رائعه جدا البنات غير جربوها جربوا لا غوسيت اللي شاركت معكم اليوم. كما قلت لكم هذه الحريره ديال النهار الكبير اكيد ماشي كل نهار كنديروا حريره مقومه بهذا الشكل
ديال التكبيره ديال كانوا جايين عندك الضياف ولا الحباب ولا العائله، تبغي تكبري بهم وديري لهم حريره اللي مقومه على حقها وطريقها. جربوا هاد الحريره غويال، انا متاكده غتعجبكم وان شاء الله تحمر لكم وجهكم قدام الضياف. فطرنا وارتحيت شويه، مشيت دوشت حيت هي الصودا ديال هذا النهار، واحد الصه ديال البنات هذا النهار ما نعاودش لكم. بنات اكادير قولوا لي كي دوزتوا النهار الاول رمضان المود ديال الصه، والناس اللي في مدن اخرين قولوا لي حتى نتوما الجو ديالكم زعما الجو عندكم كيفاش داير. حنا جا رمضان جا معاه الصه، سبحان الله، الله يجعلها مغفره للذنوب. صراحه الصيام في الصه ماشي سهل، صعيب، كيجيك العطش. ايوا الحمد لله لقيتوني مشيت دوشت حيت عليا العيا ديال النهار، مشيت دوشت مازال ما شفتش شعري كما كتشوفوا. يلا دهنت يديا ورجليا، دهنتهم بهذا ديال اوريفلام، راه شاركت معكم شحال مره البنات، هو اللي كندير لاكور ديالي كيخلي الريحه زوينه، وميتو كيعطيكم حتى ليدغاتاسيون. وغادي نبارطاجي معكم بالنسبه لاكوموند ديالي ديال اوريفلام. كما قلت لكم اول حاجه غنبدا لكم بها هي الفي اي بي. كما كتعرفوا اوريفلام كتبرعنا بالمعال لي برودوي، وديما كنعرض عليكم الفرصه البنات اللي بغات تخدم من دارها، كنقول ديما وسط وليداتها، وحتى هي ولي عندها واحد الصالير من شهر لشهر. جي مرحبا بك الا بغيتي تقيدي معايا في الجروب ديالي، خليك نيمورو التليفون ديال غزلان، هي غتواصل معاك غتشرح لك كلشي بلا داي طيب الخاطر حتى ان شاء الله تفهمي وندخلك معنا للجروب. وبيان سور اللي بغات تمشي زعما تنضم لشي جروب اخر، انا كما كنقول ديما ما عنديش مشكل، غير هو انا كنقول لكم البنات حاولوا ديروا شي حاجه اولا تخدموا سختو الفرصه د اوريفلام، والله ما تلقاي بحال عاتي باش تخدمي غير من داركم التليفون، راه يا سلام، يعني خدمه حره ديال راسك. المهم اول حاجه غنبدا لكم بها البنات هو الفي اي بي. الفي اي بي ديال هذا الشهر هي هاد البالين، هي اللي خديت انايا كما كتشوفوا، صراحه ما كبيراش بزاف غير صغيره، هي كتجي بحال هكا بلا ما نفتحها خلاص باين لكم كتعرفوها. خديت انا هادي وعاد نوريكم بالنسبه لا كوموند ديالي ديال هاد الشهر، ها هي كما كتشوفوا. غنبارطاجي معكم بالنسبه للمنتوجات اللي جات على يدي، غادي نهزها ونوريها لكم. اول حاجه البنات هو هذا، خديته لرازان هذا البرودوي هذا اللي كتقدروا تغسلوا لوليداتكم به، هو ديروا لهم كبندوش وشعرهم اون ميمطون، يعني كتغسلي به كلشي كما كتشوفوا. هاد لاكام جربتها لبنتي صدقات زوينه، داك النهار خديت ليها داك لاكريم اللي كنبدل ليها به صدق زوين، ما دار لها لا حساسيه لا حاجه، وليت دابا خديت ليها هذا. خديت هاد البارفان هادي من بيل الجديده البنات فهاد الشهر هذا، غادي نفتحها دابا نيت ديال جيورداني. لي بارفان ديال اوريفلام كيبقاو واعرين صراحه، وكيكون الثمن ديالهم مناسب، الثبات ديالهم عالي كما كتعرفوا كاملين، زعما كترشي البارفان فريمون كتبقى شاده فيك، كيحمقوا لي بارفان ديال اوريفلام. نوريكم هادي، هادي صراحه جديده، اوه شوفوا لي الشكل ديالها شحال كيحمق، غزاله، شوفوا فنه فنه فنه، حتى فاش هكا تحطيها في بلاطو ديالك ديال لي بارفان تبان شي حاجه اللي هي زوينه. شوف واش بحال جورداني الاولى، لا بعيده عليها، جاتني بعيده عليها، جاتني صراحه بعيده شويه على جورداني اللي كنت كناخذ قبل، ولكن ريحتها كتحمق، ريحتها خفيفه ما قاصحاش بزاف، ولكن فنه. هذه يا البنات غير جربوها الا بغيتوا تاخذوها هذا الشهر هذا، راه غتلقاوها في الكتالوج صراحه الريحه ديالها زوينه بزاف. المهم راكم عارفين ناقصه وكنحلف لي بارفان، المهم هذه راه قاعده خايبه فيا. خديت هذا البارفان هادي، هذه البنات ديال الرجال، خديتها لراجلي هاد البوسيس هادي كتعجبو زوينه. وخديت هاد، خديت جيل دوش، خديت واحد ليا وواحد لراجلي كما كتشوفوا. لي جيل دوش ديال اوريفلام حتى هما شي حاجه اللي فريمون زوينه، شنقول لكم كيخلي لكم حتى ريحه زوينه، كيعطيو حتى ليدغاتاسيون. خديت هاد البارفان هادي لبنتي لرازان، فيها ريحه الفخاز، ريحه لا فريشور، واحد الريحه اللي كتحمق وريحه اللي خفيفه هكا، تنرشها في يديا وكنبقى ندوزها لها هكا على حويجاتها باش كتبقى فيها الريحه اللي هي زويونه. خديت هاد رازان، المهم رازان وصوفيا يديروها بجوج بهم. وخديت هاد البارفان اخرى كما كتشوفوا ديال اكلا، هادي خديتها لخويا، هاد اكلا زوين الريحه ديالها حتى هي. وخديت محكه ديال القدام ضروري، انا بالنسبه ليا محكه القدام كتعجبني هادي عندهم بخاتيك وحرشه بغيت كتحكي لك البهيمات من داك الشرفيه. وخديت هاد البارفان البنات،
هاد الغوز هادي خديتها للوالده ديالي، غادي نديها ليها حيت اصلا واحد شويه غادي نمشي عندها باش نطلع ليهم. كيما شفتوا معايا اليوم راه ما فطروش معايا، ولكن النهار الاول كنفطروا مجموعين بالحق. هاد العام ما فطروش معايا، غادي غير نجمع الماء ندخل كلشي لا ماشين. شوفوا انا راه يفطرت ودوشت ومتدوشنيش، غنخلي الطبله هكاك صراحه والله مازال ما جمعتها. عاد غادي نمشي باش نجمع الطبله وندخل كلشي لا ماشين زعما يتغسل، عاد نمشي عندهم نطلع لهم جلس معاهم نشرب معاهم كويس ديالاتي عاد نجي. كيما قلت لكم خديت هادي عاد غادي نديها ليها ان شاء الله، وخديت واحد الفيرني بحال هكا في الاحمر. صافي هادشي اللي خديت في لاكوموند ديالي ديال اوريفلام. المهم البنات كيما قلت لكم ونعاود نقول لكم، اللي بغى تسجل معنا في الجروب ديالي انا مرحبا بكم، الف الف مرحبا. كيما قلت لكم كاينه اختي راه الاشاره هي غتشرح لكم كلشي بلي ديتاي، وهكا تدخلوا تبداو الخدمه تشوفوا الخدمه كيفاش كدوز. صراحه البنات راه ما كاين ما احسن من الخدمه في اوريفلام كنقولها وكنعاودها لكم، واحد الفرصه اللي ما تلقايش ولا صراحه اخرى. المهم الغزالات ديالي تهلاو ليا فراسكم، قولوا لي كي دوزتوا نهاركم الاول ديال رمضان، شنو درتوا شنو ما درتوش، حنا نتوما وجاكم صعيب ولا ما جاكمش صعيب. المهم خليت لكم راحه الله والسلام عليكم، وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر. بيزوات.